أهلا بكم مشاهدينا إلى القسم الأخير من صباح النور. غدا الأربعاء 17 من يونيو يبدأ العمل بقانون قيصر الذي يستهدف بشكل واضح كل شركة أو كيان أو حتى أفراد من الداخل السوري أو من أي دولة خارجية للعقوبات إذا ما دخلوا في علاقات تجارية مع النظام أو قدموا الدعم العسكري والمالي والتقني. فأي تداعيات اقتصادية لهذا القانون على لبنان؟ الإجابة عن هذا السؤال وتشعباته مع الأستاذ الجامعي والباحث في الاقتصاد السياسي دكتور محمد حسين منصور الذي ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب من بيروت. صباح النور دكتور محمد. صباح الخير لك توني ولمشاهدينك. يا هلا فيك. يعني غدا تعلن الولايات المتحدة أول حزمة من العقوبات ضمن قانون قيصر، هل صحيح أن الاقتصاد اللبناني سيضرب جراء هذا القانون كما الاقتصاد السوري؟ بطبيعة الحال توني لبنان عم بمر من فترة بأكبر أزمة اقتصادية ومالية مر فيها بآخر 30 سنة. يعني قبل قانون قيصر نعرف كيف بأي وقت إجا قانون قيصر، لبنان عم بمر بمرحلة قيمة العملة فيها عم تنخفض بشكل هستيري، يعني القوة الشرائية للمواطن اللبناني عم تنزل، بنفس الوقت عم بتزيد نسبة البطالة، بنفس الوقت عم بيصير عنا ضرب للاقتصاد اللبناني. بهيدي الفترة اجت جائحة كورونا التي ضربت العالم ولبنان ايضا. طيب اجت جائحة كورونا بالوقت اللي لبنان بحاجة ليقوي اقتصاده لتوضع عصي بدواليب الاقتصاد اللبناني. طيب لبنان هلا بأمس الحاجة لقوي اقتصاده عبر عدة طرق، أهمها تقوية اقتصاده والتصدير إلى الخارج، من أهمها كمان الاتفاقات الدولية والشراكة الدولية والتجارة مع دول أخرى. طيب إذا نطلع على لبنان شو هي الدول اللي بتحده؟ عنا سوريا وعنا فلسطين المحتلة، بطبيعة الحال بسبب العداء مع إسرائيل ما بيقدر يعمل تجارة مع العدو الإسرائيلي. بيبقى عنا سوريا وهي النفس البري الوحيد للبنان اللي بيقدر يصدر منه بضاعة والاستيراد منه بأسعار مخفضة. يعني لبنان بيعتمد بشكل كبير، يعني عالميا حوالي 25% من التجارة تحصل بريا. طيب لبنان إذا ما عنده أي حدود برية كيف بده يقدر يتعاون اقتصاديا؟ طبعا لما نحكي عن الحدود مع سوريا نحن ما عم نحكي بس عن التجارة أو الأعمال مع سوريا، ولكن إنما مع سوريا مع العراق مع الأردن ومع دول أخرى بمر عبر التجارة اللبنانية. طيب لنفهم أكثر قد ايه هذا التأثير سيء على لبنان لما يجي قانون قيصر اللي هو عم يمنع الكيانات والأفراد والدولة انها تتعامل اقتصاديا مع سوريا، بدنا نشوف قد ايه نسبة التجارة او الأعمال بين لبنان وسوريا. اذا نطلع على عام 2018 فبنشوف انه 5.7% من صادرات لبنان بتروح على سوريا. صادرات لبنان ب 2018 كانوا حوالي 3.6 مليار دولار، 5.7 من 3.6 مليار بيطلع حوالي 220 مليون دولار عم نصدر نحن على سوريا. يعني في عندك 220 مليون دولار عملة صعبة عم تفوت على لبنان من خلال هاي الحدود البرية. بدنا نضيف على هذه 220 مليون دولار او على 5.7% حوالي 5% تانية عم تروح على العراق وعلى الاردن. طيب نحن عندنا 10%، يعني تقريبا حوالي 360 مليون دولار عم بيروحوا كل سنة عم نجيبهم من خلال التجارة عبر الحدود السورية. إذا هيدي التجارة وقفت قد ايه رحنا رح ينقص عنا؟ طيب يعني استيراد وتصدير واستثمار. صحيح. التأثير صحيح. سيكون على الاستيراد والتصدير والاستثمار، أيضا الودائع السورية. المعروف طبعا. أن المصارف اللبنانية هي الوجهة الفضلة للمستثمرين السوريين، وهناك 50 مليار دولار من سوريا في المصارف اللبنانية. هل قانون قيصر سيؤثر على هذه الودائع بشكل من الأشكال؟ طبعا بطبيعه الحال. هلا صحيح نحن حكينا عن الصادرات الى سوريا، بس كمان عندنا الواردات. نحن كنا عم نستورد من سوريا حوالي 90 مليون دولار اللي هي اقل مما نحن بنصدر لهم 220 مليون دولار. يعني نحن عندنا الميزان التجاري مع سوريا لمصلحتنا، يعني هي من الدول القليله اللي ميزان تجاري لصالحنا فيها، وبنستورد منها مواد غذائيه طبعا اللي هي ارخص من سوريا من غير دول، بما انه نحن بنعتمد اصلا بشكل عام على الواردات، يعني نستورد اسعار رخيصه افضل من غيرها. بالاضافه لهالشيء مثل ما ذكرت حضرتك عندنا الاستثمار بسوريا هلا قد خصبه للتجاره، فنحن رح نحرم من هيدي الاستثمار في سوريا. بالاضافه لهالشيء عندك الاستثمارات الاف دي اي، الاستثمارات الاجنبيه في لبنان للسوريين بلبنان اللي لها علاقه باللي انت ذكرته اللي هي الودائع. يعني معظم الدول تعتمد بنمو اقتصادها على التجاره على الاستثمارات الخارجيه.
نعم. من هيك منشوف نحن كثير معاهدات واتفاقات دولية لتشجيع الاستثمارات الخارجية، يعني أكبر اقتصاد بالعالم هي الصين أو الولايات المتحدة. أوروبا بتحسن من شروط ومن معاهدات التجارة لحتى تكسب استثمارات خارجية foreign direct investments. طيب نحن لما يكون عندنا أموال السوريين اللي هي مثل ما ذكرت 50 مليار، يعني حوالي ربع الودائع بلبنان لسوريين، نحن بلحظة ما قررنا أنه في خطر على هاي الودائع من تحريكها. طبعا القانون قيصر، يعني فينا نشوفه من عدة نواحي، ولكن واضع هيدا القانون هو اللي بيقرر إذا أنت عم تطبق القانون ولا عم تخالفه. فإذا أي تعاون بين المصارف وشخصيات ممكن الولايات المتحدة تعتبرها محسوبة على النظام، هيدا رح يأثر على هيدا المصارف. يعني أنت عندك بلحظة ما ممكن هيدا المصرف ينزل عليه عقوبات من الولايات المتحدة، طبعا رح يوقف، رح يقفل، ممكن يقفلس هيدا المصرف بما أنه كل التعاملات المالية تمر عبر الولايات المتحدة. نعم. يعني طيب دكتور محمد، أنت ذكرت في بداية حديثك أن الاقتصاد اللبناني منهك أصلا حاليا. صحيح. وحاليا الحكومة اللبنانية تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي لإيجاد حل لهذه الأزمة. قانون قيصر إلى أي مدى يمكن أن يدخل ضمن شروط محادثات صندوق النقد الدولي؟ ما في أي شك أنه قانون قيصر سيذكر كثيرا في المفاوضات بين صندوق النقد الدولي ولبنان، لأن صندوق النقد الدولي بده يطلب شروط من لبنان، شروط معينة لضمان استرداد أمواله التي سيرقدها إلى لبنان. طيب رح يقول هو للحكومة اللبنانية، إحنا إذا ما نتعامل معكم بتكون تكونوا أنتم قادرين بالمستقبل على أنه يكون اقتصادكم منتج، يكون ما عندكم هدر أموال، ما يكون في عندكم بالإضافة لهالقصص ما يكون في عندكم عقوبات من الولايات المتحدة. طيب أنتم لتتفادوا عقوبات من الولايات المتحدة في موضوع قانون قيصر، ما لازم يكون في عندكم بزنس أو تجارة أو أعمال مع سوريا. طبعا رح يأثر على الحدود، حلو ما في، مش ممكن يكون في مثلا تهريب على الحدود، لازم يكون في ضبط للحدود. وهون بيدخل الشق السياسي بالموضوع، واللي هو بصعب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بصعب بيؤدي إلى اشتباكات أو تنشن يعني بالحكومة اللبنانية. نعم. فبطبيعة الحال صندوقنا الدولي رح يذكر قانون قيصر، رح يطلب ضمانات من الحكومة اللبنانية انه كيف تكون الاعمال مع سوريا. وتتوقع نشاطا للسوق السوداء، تتوقع نشاطا اكبر للسوق السوداء مع قانون قيصر؟ طبعا هلا نحن اذا بنطلع على السنين الماضيه كان في عده فترات يعني ما كانت علاقات طبيعيه تجاريه بين لبنان وسوريا، وكان السوق السوداء ناشطه. فمن المتوقع ان تزيد السوق السوداء، لانه في اطراف لبنانيه معروفه كمان اوريدي هي يعني من قبل هي تحت العقوبات الامريكيه، تاقلمت معها نوعا ما، يمكن مش فارقه معها العقوبات، فعم تشتغل بالسوق السوداء. رح يزيد نشاطه، يمكن غير أطراف تتكل على هيدول الأطراف لحتى يستثمروا عبرهم في سوريا أو يستوردوا أو يصدروا إلى سوريا. إنما يعني الخطر الأكبر هو على الحكومة، أو الصعوبة الأكبر هي على الحكومة اللبنانية اللي ما رح تقدر تسيطر على الحدود البرية مثلا. نعم. طيب دكتور محمد، يعني حسب العنوان الرئيس لقانون قيصر هو يأتي لحماية المدنيين بين مزدوجين، لا أعرف ما إذا كان هالعنوان يعني فعلي، ولكن نتمنى في أي حال لقمة العيش أن تكون متوفرة بكثرة للمدنيين سواء إخوتنا في سوريا أو في لبنان. الأستاذ الجامعي والباحث في الاقتصاد السياسي دكتور محمد حسين منصور، شكرا لك، كنت معنا من بيروت. شكرا لكم. شكرا.